كان هناك ذكر، وسمعت هذا من جمع من العلماء الكبار وقد كرروا هذه القصة مرارا على طلابهم، وهو ما يتعلق بأمر العقيدة وأهمية التوحيد. يقولون أن أحد العلماء كان يدرس كتاب التوحيد، وكان كلما انتهى من هذا الكتاب درسه مرة أخرى، وكلما انتهى أيضا أعاد هذا الكتاب. فقال الطلاب: نريد كتاب آخر، يعني قرأنا هذا الكتاب مرات عديدة ونريد كتاب آخر نقرأه. فقال الشيخ: خير إن شاء الله. فاتفق مع شخص على أن يأتيه أثناء الدرس ويتكلم معه بصوت لا يسمعه الحضور، فجاء وتكلم معه فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله أمام الطلاب. فسأله الطلاب: ماذا الذي حصل وكذا؟ قال: هذا الرجل يعني حصل منه أن أتى كما ذكر الراوي في هذه القصة أنه رأت وزنى بأمه، فحوقل الناس وحوقل الحضور الطلاب فانزعجوا من هذا الأمر، كيف يفعل هذا الأمر؟ ثم طلب منه أن يأتيه مرة أخرى، فجاء في اليوم الثاني وتكلم معه نفس الرجل. فلما انتهى قال لهم: الرجل الذي جاءني بالأمس لم يكن كما ذكرت بأنه أتى والدته، لكن الأمر اختلف. قالوا: ماذا حصل؟ قال: أنه كانت والدته مريضة وذهبت إلى أحد الأطباء أو من تستعين بهم للعلاج، فقالت: اذبح. فأمر هذا الرجل أن تذبح لغير الله، أن تذبح لغير الله، ولم يكن الأمر كما ذكرت لكم البحث. قال: والحمد لله. فتعجب الشيخ، قال: ما يتعلق بالشرك أعظم من إتيان الرجل لوالدته، الشرك أخطر من ذلك. فقال: أنتم تحتاجون إلى الدرس كتاب التوحيد مرة أخرى حتى تعرفوا العقيدة وتدرسوا فيها دراسة ممحصة. ولذلك عاد عليهم مرة أخرى كتاب التوحيد.